أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة الفيديو بتاعنا بعنوان لا ترمي المواتير القديمة المحروقة أو المحروق ملفاتها. طبعا كلها زي ما بيقولوا كلها فايدة، ممكن يا جماعة نستفاد منها من قطع الغيار، منها بوبينة هي يا جماعة الجسم دوك ممكن ناخده، ساعات بيتكسر نتيجة الوقوع، ده جسم ألمونيا ساعات بيتكسر، ممكن نستفاد من المكثف لو كان سليم. طبعا بعد كده ممكن يكون الدرابوكس ده اللي هو مجموعة التروس أو حتى المجموعة دي كلها اللي شايل التروس برضو ممكن نفكها، بتبوظ وبنستخدمها في أجهزة تانية. طبعا العمود ده برضو ده بيتفك، ممكن أحيانا بناخده ونستبدله لو بنعمل عملية تبديل. في كمان هنا أفيز أهو، ده اللي بيتحط اللي احنا شايفينه محطوط داخل العمود كده عشان نحط عليه الريشة، ريشة المروحة، ونربط عليها فتتثبت وتلف مع الأكس. في مجموعة من المسامير برضو أهي، مجموعة من المسامير هيخرج منها. طيب بعد كده نستفاد من انها ايه؟ هوريكم بقى من الداخل ممكن نستفاد ايه من الداخل. هنفك طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين المسامير والاربع مسامير اللي بربطوها ومعاها ورد زنق مشقوقة للمسامير تكون رابطة كويس وما تتحلش. او زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، ادي ورد اهي صغيرة وبتبقى مشقوقة، اما بتضغط عليها بالمسمار بتروح رابطة كويس وما تتفكش. واكمل كده وارجع لكم. طبعا يا جماعة هنستفاد برضو من المكثف، مكثف اصلي الحجم بتاعه كبير شوية رغم انه 2 ماكرو، فطبعا الحجم كبير هيستحمل اكتر من اللي واطه صغير اي حجمه اصغر من ده، وده 2 ماكرو يعني اللي طالع دلوقتي الصيني يا جماعة حجمه صغير ومش فيه التخانة دي كده، ده برضو ممكن نستفاد منه. وزي ما قلت نستفاد من مجموعة التروس دي ونفتح بقى من جوه. طبعا يا جماعة هنستفاد كده برضو طبعا من الوش ده كله، احيانا بيجي الوش ده يا جماعة بايظ، المجموعة دي بايظة في بعض المواتير اللي احنا بنشتغل فيها، السوسة دي السوسة الضغط دي اهي اللي بتضغط على 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 الجلبة برضو بنحتاجها، ما بنلاقيهاش في الجديدة يا جماعة، ما بنلاقيهاش غير في الحاجات اللي هي طلع من أجهزة أو قديمة. طبعا بعد كده البوبينة أحيانا كتيرة يا جماعة عشان ما بنلاقيهاش، زي ما احنا شايفين البوبينة اهي بتكون مثلا متاكلة لأنها قدمت، بنلاقيها متاكلة خالص فبنضطر عايزين بوبينة نغيرها كلها. موجودة ورد هيك اللي هي بتتحط من داخل البوبينة برضو ممكن نستفاد بيها، ودي طبعا يا جماعه بتستحمل على اللي ايه اللي هي الصناعه اللي احنا لسه هنشتريها جديده، دي بتبقى اجود. هناخد يا جماعه الافيز ده اهو اللي هو بنحطه على الايه، برضه هنستفاد منه اللي بنحطه على الاكس دوت. كل ده يا جماعه حاجات بنيجي نشتريها بتبقى اغلى. طب ما انا عندي موجوده وبتخرج من حاجات اصليه اهو يا جماعه، برضه ممكن طبعا زي ما قلت البوبي ممكن تكون الجلب سليمة، ما هو ده يا جماعة ايه اللي بايظة فيه ده ايه؟ دي الملفات، الملفات هي اللي محروقة، والحاجة الوحيدة اللي ممكن مش هنستفاد منها كتير الجزء الحديدي ده أو الستيتور ده اللي بتلف عليه الملف النحاس، بس احنا بقى يا جماعة ممكن هنستفاد من النحاس دوت وناخده ونبيعه، نبيعه مع طبعا لما نيجي نفك كذا نوع هنبيعه، بيبقى مش عارف الكيلو نحاس عدى 40 جنيه وشويه يعني، فلو حوشنا شويه مع كل فتره هيطلع لنا مجموعه من النحاس الاصلي. وهنشوف بقى يا جماعه هنقطعه ازاي، يتقطع كده يا جماعه اهو نفك كده بسم الله.
جماعة بصوا قطعنا اهي يعني حتة برضو توزن دي نحاس، غير بقى اللي هنا برضو ده يتسحب ازاي بقى يا جماعة بأي عتلة كده او مفك، ونحاول ايه اهو كده اهو كده. بصوا يا جماعة اهو هنطلعها حتة حتة كده اهو اهو كده يا جماعة. بصوا يا جماعة بيطلع ازاي ونستفاد منه طبعا. لا انا استفاد منه هنبيعه كنحاس، لان اصلا الملف ده محروق وشايط اهو كده، ممكن بحاجة تاني بزرادية اهو كده يا جماعة اهو. ونفضل كده نتابع الحركة دي كده لفوق اهو 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 كده يا جماعة. عايز ايه قوة شوية اهو اهو يا جماعة كده. بصوا اهو اهو بعد كده تقريبا طلعت معايا اهي اهو يا جماعة. لسه برضو اهو اكمل انا بقى فيها كده وارجع لكم تاني اهو يا جماعة. هنتابع برضو قربت تخرج اهي اهو اهو، هنضغط كده ونخرج بره فخرجت اهي برضو، ودي برضو هتوزن نحاس اهو زي ما احنا شايفين كده. بقى عندنا ملفات النحاس اهي، المجموعة بقى طبعا مجموعة المواتير هتوزن معانا. طبعا الحتة دي ملهاش استخدام تاني الا اذا بقى هناخد الجزء ده ونلفه، اللي هو بنلف عليه الملفات او الاستيتور دوك، نلف عليه نفس الحكاية مجموعة من المواتير التانية اهي، هنستفاد منها برضو. قطع الغيار بنفس النتيجة، في قطع غيار شحيحة قوي صعب تلاقيها غير في القديم اهو. المجموعة دي يا جماعة يمكن ما تلاقيهاش او تلاقيها في حاجات قديمة، طبعا ممكن نستفاد بيها وهنفكه بنفس الطريقة. عندنا برضو الصيني هنستفاد منه مكثف، هنستفاد الوش ده ساعات بيبوظ، العلبة دي اللي بتشيل جلب ممكن نستفاد منها، مجموعة المسامير دي برضو نستفاد منها، بيبقى هنا كمان في موتور موتور الجريل ممكن نستفاد منه. عشان كده بقول لك النهارده لا ترمي الموتور المواتير القديمه، استفاد منها. ده طبعا انا بقول ده الكلام ده لاخواتنا المبتدئين مش للناس اللي المحترفه، الناس المحترفه عارفين الحاجات دي يا جماعه يمكن احسن مني. ارجو ان اكون قلت لكم حاجه مفيده، المواتير القديمه ما ترموهاش واستفادوا منها، واللي تقدروا تبيعوه منها وملوش لازمه زي النحاس كده بيعوه واستفادوا بثمنه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.